نكمل باقي التفاصيل بتاعتنا. هقلل بس السلكشن على فكرة، دي كليك وبنسحب يا يمين يا شمال، يعني ميدل كليك بنسحب يا يمين يا شمال، تمام. وتعالوا كده مثلا، لو يا عم ابوس ايدك، تمام، ما بيعلق معايا انا، معلش بيرزل. هنيجي كده ونروح على السلندر ده، وتعالوا ناخد دول الصف ده كده شيفت. بالمناسبة سينما، لو السلكشن جه فوق الاكسس هتلاقيه ما بيعملش سيلكشن، فبس بخلي بالكو من حاجة زي دي. شيفت ومكملين، كنترول وشيل دول. هنكمل تاني اهو، افتكر هنقف عند دي، تمام. بعد كده هنرايت كليك ونقول له اكسترود انر، وناخد ده لجوه، شيل بس ده دلوقتي، وبعدين رايت كليك اكسترود واخد الجو بالشكل ده. لو جينا عملنا كده هبقى عملت الحاجة الظريفة دي. وممكن ان انا اروح هنا باللايت سيلكشن، شيل بقى ده، وهنروح راندوم، يعني ما مش محدد، انا مش محدد حاجة، تمام، مجرد حاجة راندوم بالشكل ده. ورايت كليك اكسترود انر، ورايت كليك، وبعدين هاخد اكسترود لجو، رايت كليك اكسترود انر، رايت كليك، وبعدين اكسترود لبره خالص بالشكل ده كده، رايت كليك واكسترود انر لجو. لو جينا عملنا كده تمام، هنلاقي الكم حاجة الظروف اللطاف دول. نيجي هنا برضو ونروح هنا على السلكشن ده، واخد بس دي، رايت كليك اكسترود انر، ها اكسترود اوبس جوه كده، كنترول زد، شيل ده، ناخد دول، ماشي، رايت كليك اكسترود انر، تمام، ناخدهم، ناخد واحدة كده، ناخد كده، بعد كده ناخد اللوب ده ورايت كليك وهو مقايل له اكسترود لجوه، تمام. الناحية التانية نفس الموضوع، هاخد ده كده وهاخد الأربعة دول، مش عارف انا خدت أربعة ولا خدت تلاتة، تمام، اكسترود انر واحدة، وبعدين التانية، وبعدين يو ال، واخد ده رايت كليك، تمام، بقت حاجة بالشكل جميل. نيجي بقى هنا واخد لوب واقوم قايل له اكسترود انر، واقوم قايل له تمام. نيجي بقى للي تحت، هاخد اللوب ده وده وده، هناخد لغاية هنا كده، وهقوم عامل اكسترود كبير مش قوي كده، واحد صغير، وبعدين التاني وراه بالمنظر ده، لوب تاني وكنترول المرة دي، وشيل الكام سيلكشن دول، رايت كليك اكسترود لبره بالشكل ده كده، هنبقى خدنا حاجة زي كده. وبعدين رايت كليك لوب بدل ممكن البيفل، بس خليني احط اللوب كاتس دي، بس بحطها على مسافات متباعدة زي ما انتم شايفين، علشان مش عايزة شارب قوي، يعني كده بقى فيها سنة كيرفتشر، مش عايزها شارب، وهسيبها هنا بالشكل ده. هناخد دي بيفل وهبيفل ايدجز، طبعا كنترول زد لان معمول عليهم كلهم سيلكت، مش عارف ليه بس ما علينا، دبل كليك عشان اخد اللوب،
و هاخد دي كده مش شايف حاجة طبعا. دبل كليك برضو اخد دي كده هنا دبل كليك برضو هاخد دي كده وهنا دبل كليك وهاخد تمام. بعد كده هروح على اللوب فيسز كليك كده شيفت مع ده برضو نفس الموضوع ده شيفت مع ده رايت كليك اكسترود وهزق دول لجوه وده بالمنظر ده جميل. السيركل دي ممكن تبقى ثلاثة مش هتقول لا عشان تبقى باينه. اما ده فاحنا ممكن نقفل ده كده ونروح للسلندر ده واروح للفيسز وهاخد الاربع دول وهفوت واحد وهاخد اللي وراه وهكذا. مش عارف هتظبط معايا ولا لا لان انا من الاول ما عدتش والله ظبط يعني بس هي حظ بصراحه ما ظبطتش قوي بس يعني تمام ما عدتهمش من الاول. فرايت كليك واقول له اكسترود بعدين اكسترود تاني. هعمل كده حاجه هشيل دول واعمل كده هنعملهم كلهم سكريبت كل واحده فيهم هعملهم وارجع لكم. كده عملنا الفيسز ديليت. بعد كده هنروح للايدجز ناخد اللوبس دي طبعا هنشيل دي شيفت مع اللوب دي شيفت مع اللوب دي شيفت مع دي شيفت مع دي بصراحه مكسل الف ظبط اهي. بصوا لو جينا نعمل سكيل وعملنا كده هنريح دماغنا بس انا عايز واحده يا بس كده وبعدين الثانيه كنترول زد عايز الثانيه لجوه بصراحه خليها يعني واحده صغيره كده وبعدين الثانيه تمام. اما هنا فانا ما افتكرش ان احنا ممكن نعمل حاجة غير ان احنا ممكن نعمل حاجة كده مثلا ونطلع دي كده وبعدين واحدة دي لجوه كده كده اصلا دي مفيش حاجة دي هتبقى داخلة جوه الفتحة نفسها يعني. اما دي فانا UL وهجيب اللوب سيلكشن وهسلك اللوبين دول ورايت كليك واقوم قايل له اكسترود وهاخد اكسترود خفيف وبعدين بعد كده بالشكل ده رايت كليك لوب باس كات وهاخد كات هنا تاني فوق وكات هنا واحد هنا واحد هنا وبعدين واحد تمام. بعد كده اخد الفيسز واقفل دي هقول له هنا اكسس وهروح اخد حاجه زي ده كده قدامهم من الناحيه الثانيه حاجه زي رايت كليك هقول له اكسترود انر اكسترود بس لجوه يو بي عشان اعمل سبليت وبعدين رايت كليك واكسترود على طول لقدام وبعدين وبعد كده سكيل بسيط بس على جوه مش اكتر من كده. بعد كده ممكن اضيف ديتيلاي بسيطه لو احنا عملنا رايت كليك ورحنا خدنا لوب باث كات وخدنا واحدة هنا كده وخدنا لو خدنا الأربعة فيس دول ورايت كليك وعملنا اكسترود هنا مرة وبعدين التانية جوه كده لجوه نشيل دول ونزق دول لجوه لو جينا عملنا كده هنبقى خدنا بس حتة التفصيلة دي. طيب لحد كده وكل حاجة جميلة جدا. هاخد بقى ده كله كده واعمل الت جي وهسمي ده كيبل مش عارف ماشي كيبل الكيبل ده هاخده كوبي واروح لويندو وارجع تاني للفايل بتاعي اللي هو ده وكنترول في. عايزين بقى ناخد الكابل ده طبعا المفروض هيصغر عن كده تماما بس نخلي بالنا انا عايز الكابل ده يصغر على اكس وزد يعني مش عايز على بره بقى كده وعايز ده ياخد كيرف يعني يجي من هنا مثلا كده وياخد كيرف. طب هياخد الكيرف ده ازاي؟ لو رحنا مثلا من هنا كده طبعا هي جاية كده فانا هعمله من هنا وخدنا برضو 3 بوينت خدنا واحد كده ونقطة كده كده مثلا سكيب
كنترول A على البوينتس كلها وقلنا ايه السوفت انتربوليشن. اظبط بس اظبط السوفتنس بتاعك. كنترول زد كنترول زد كده. انا كنت عامل سيلكت على البتاع ده على النل علشان كده ظابط جميل. عايز انا بقى الكيبل ده يمشي على المسار ده. عشان نعمل الموضوع ده عايز موديفاير اسمه سبلاين راب. سبلاين راب فايدته بياخد سبلاين وياخد اوبجكت ويقوم فارد ده على ده. بس نخلي بالنا الكابل اكتر من اوبجكت عشان كده انا حاطه جوه نال. فهحط السبلاين والكابل في الت جي. السبلاين هيقول لي هو فين، هقول له ادي السبلاين. طبعا هيبقى افتكر هيبقى على واي. تمام مظبوط هيبقى على واي بالمنظر ده. طبعا في هنا حاجه اسمها فيت سبلاين وحاجه اسمها كيب لينكس. انا هعملها كيب لينكس لان مش عايز المجسم بتاعي يتشوه. ففي الكيبل انا ممكن ببساطه ان انا ارجع تاني واقفل بس ده كده بالظبط. لو رحت السبلاين هعمل كنترول A. خلي بالك انا على البوينت مود. كنترول A رايت كليك ريفرس سيكونس. انا هعمل دي ليه؟ اوبس ما عكسها. لا عكسها تمام الفكره. بس انا كنت عايز اخلي البتاع اللي هي الكبيره دي الناحيه الثانيه. فبالمنظر ده او بالشكل ده محتاج ان انا احرك السبلاين لورا. السبلاين خلي بالك العب بقى براحتك زي ما انت عايز. تمام لو رحنا للسبلاين راب نفسه بقى بص هنا في حاجه حلوه قوي. لو احنا رحنا للروتيشن لو عملنا بانكينج زي ما انت شايف هنعمل روتيت للكيبل. بس طبعا خليها زيرو وافضل ان احنا نعمل لو هنعمل حاجه زي الروتيشن دي نعملها بالكيرف لان الكيرف هيخلينا نتحكم في الاتجاه من ورا ولا من قدام. تمام انا عايز اعمل كده مثلا. ممكن كنترول كليك واثبت قدام واشتغل نفس الماتريال دي. هتروح على النل وهنلاقي نفسنا طلعنا في حاجه زي كده. الجميل بقى ان انا لو خدت النل اوبجكت ده طلعت فوق وخدت نقطه السنتر بتاعه وديتها للنص وعملنا كنترول هكليك الاول بعدين كنترول شيفت واخد ده كده كنترول زد كنترول زد. لو خدتوا بالكم ملفش. طب ملفش ليه؟ لان لما انا جيت الف المفروض اخد السبلاين مع البتاع ده كده. بس ما ينفعش ان انا ادخل السبلاين في وسط دول. لا ده مع ده في نال. هاخد بقى ده مع ده الت جي. ده اللي يحط الانكر هنا. طبعا ممكن اعمل سناب سناب على الفيرتكس وتظبط معايا تمام. بس عادي اخلي زد بزيرو واخلي اكس بزيرو وكده يبقى احنا ضمننا ان هو في النص. حلو قوي. هاخد دي بقى همسك خلي بالك الكليك وبعدين الزراير. تمام شيل بس دي كليك وبعدين كده واقوم واخد ده بالشكل ده هاخده 90 واحدة كده. هو مش 90 قوي لان لما احنا عملناه عشوائي شوية. بس كده نفس القصة همسك نفس ده وكنترول مع شيفت. شيفت بس عشان يحركه 10 درجات ب10 درجات. اللي بعده كنترول مع شيفت. كل واحد من دول انا ممكن يعني هاجي هنا مثلا واروح هنا على الاخ ده واقوم منزل مثلا دي كده والله ما انا عارف هو انا واحد اهي اهو واقوم رافع دي مثلا كده واقوم واخد افتكر كده احنا وصلنا لاخر المحاضره بتاعتنا. واتمنى تكون رحلتنا مع الموديلنج خلال الكام يوم اللي فاتوا والكام المحاضره اللي فاتوا تنهي بقى كل المشاكل اللي احنا كنا بنشوفها. بدايه من المحاضرات اللي جايه هنتكلم ده نتكلم في شغل الموشن. هيبقى في موديلنج برضو بس طبعا هيبقى باسلوب اسرع كمان من اللي احنا اتكلمنا. يعني النهارده احنا اتكلمنا بسرعه وشرحنا بسرعه ان المفروض خلاص ما عادش في داعي للكلام بالراحه. والفترات اللي جايه او المحاضرات اللي جايه هيبقى رتم الشرح اسرع وهنخرج منتج كامل. المره اللي جايه هنبدا كلامنا في الانترودكشن لافتر افكتس. هنشتغل
على افتر افكتس 2014 ماشي، 2015 ماشي ولو اني ما بحبوش، و2017 برضو مفيش في اي مشكلة، اللي هيمشي على ده هيمشي على ده، واشوفكم في المحاضرات اللي جاية ان شاء الله.